من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. لماذا تحرص ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على دعم السيسي؟ منصور لبان كيمون: لا نقبل ترهيب القضاء. هل تنجح صفارة الحكم في ضبط البرلمان؟ وأوباما في السعودية. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر دولة محورية في الشرق الأوسط، هذا ما أكدته وكالة بريسينزا الإيطالية، مشيرة إلى تطور العلاقات المصرية بحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رغم قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتة إلى أن مسؤولي الدول الأوروبية يفضلون استمرار العلاقات الاقتصادية مع مصر لدورها المهم في الشرق الأوسط، ويحرصون على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للرئيس السيسي. لا نقبل ترهيب القضاء المصري، فقد أعربت الخارجية عن رفضها للبيان الصادر عن سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن مثل هذه البيانات تستهدف التأثير على القضاء، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهات الصادرة عنها وادعائها المستمر باحترام دولة القانون. كان البيان قد تضمن إيحاءات بأن المتهمين في القضية ربما لا يتمتعوا بمحاكمة عادلة. استمراراً لمسلسل غرائب وطرائف البرلمان، أهدى النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب والحكم الدولي السابق إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس صفارة، وذلك بعد إنهاء كلمته بشأن برنامج الحكومة. كانت الجلسة التي سبقت التصويت على برنامج الحكومة قد شهدت شداً وجذباً بين النواب ورئيس المجلس بسبب الأحاديث الجانبية، وربما وجد الحكم الدولي أنه من المناسب أن يستخدم رئيس المجلس الصفارة لضبط القاعة. حل جمعيات إخوانية جديدة، فقد أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات بحل 25 جمعية وعزل مجلس إدارة جمعيتين ب11 محافظة، وذلك تطبيقاً لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى استمرار أنشطة الجمعيات الاجتماعية تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة. أمرت النيابة العامة بحبس ضابط شرطة بمركز قطور في مدينة طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين. كانت الأجهزة الأمنية بقسم أول طنطا قد نجحت في ضبط المتهم وبحوزته 75 تذكرة هيروين بعد مطاردة في شوارع طنطا. أوباما في السعودية، فقد وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في زيارة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وبحث ملفي النزاع في سوريا واليمن وترطيب أجواء العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة. كما يشارك أوباما الخميس في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها السعودية. مشاهدينا، إلى هنا انتهت نشرتنا، إلى اللقاء في نشرات إخبارية جديدة.